شاع في التاريخ المعاصر أن الفرنسي لويس براي اهتدى في عام 1829 إلى اختراع لغة المكفوفين، ولكن المصادر التاريخية تذكر وجود هذا الاختراع قبل 500 عام من ولادة براي، وكان أول من اهتدى إليه زين الدين بن أحمد الآمدي، عالم موسوعي مسلم يعود نسبه إلى مدينة آمد، أهم حواضر ديار بكر تقع اليوم بجنوب تركيا. ولد ببغداد وفيها عاش حتى وفاته عام 1312، فقد نعمة البصر منذ نعومة أظفاره، لكن ذلك لم يثنه عن طلب العلم، فتتلمذ على يد مجموعة من أبرز شيوخ بغداد وعلمائها في تلك الفترة، ومنهم شيخ الحديث والقراءات عبد الصمد بن أبي الجيش. كان الآمدي عالما موسوعيا، تضلع في علوم القرآن والحديث النبوي الشريف، وصار واحدا من أعلام الفقه الحنبلي في عصره، ثم درس الهندسة وتعلم لغات عديدة كالفارسية والتركية واللاتينية والمغولية، فعين تقديرا لسعة علمه أستاذا بالمدرسة المستنصرية ببغداد، وكان له فيها غرفة خاصة به. عمل الآمدي وراقا، وكان يكسب رزقه من تجارة الكتب، وقد كان عمله هذا سببا في اهتدائه إلى اختراع لغة خاصة بالمكفوفين، فقد ابتدع طريقة ذكية لمعرفة عناوين الكتب وأسماء مؤلفيها وأثمانها تتمثل في الكتابة البارزة. كان يصنع حروفا من الورق المقوى ويلصقها بأغلفة الكتب كي يستطيع إدراك كل المعلومات عنها عبر لمس حوافها ببنانه. ثم طور الآمدي طريقة الكتابة البارزة أو النافرة، واستخدمها في تعليم الصبية المكفوفين قراءة الحروف والكلمات، فكان أول من اخترع لغة المكفوفين المعروفة في يومنا هذا.